تم تقديم دعوة للمحكمة الاقتصادية ضد مطربي المهرجانات المذكور أسمائهم مسلم ونور التوت وحمو تيخة وكابونجا من الأستاذ حسن دنيا لسرقة لحن أغنية أول حياتي يامة وقلبها المهرجان اسمه أنا قلبي عايز صرمة، وده بيسيء للأم المصرية وبيهدم قيم المجتمع المصري، زائد إن دي سرقة اللحن جريمة يعاقب عليها القانون، لازم الراجل ياخد حق اللحن بتاعه. وإيه اللي خلانا لجأنا للمحكمة الاقتصادية؟ لأن إحنا تقدمنا من رمضان اللي فات وإحنا بنقدم للنقابة الموسيقيين بلاغات وشكاوي عشان يوقفوا الناس دي ويجيبوا للراجل حقه، ولكن للأسف النقابة لم تحرك سانكينا وقالت لا احنا اصدرنا قرار ان احنا ملناش دعوه بالكلام ده، وجابوه حققوا معاه ومشوه خلاص، وقالوا احنا ملناش دعوه بالموضوع ده، الموضوع ده انت والمحكمه. فعشان كده احنا لجأنا للمحكمه، فسواء في نظر بلاغ السيد مشير النائب العام في هدم قيم المجتمع وصوره الام المصريه، او كدعوه في المحكمه لسرقه اللحن دون علم صاحبه واعطاء كل ذي حق من حقه. ده سبب إقامة الدعوة مع المحكمة الاقتصادية اللي حددت إن شاء الله رب العالمين يكون في تحديد جلسة الأيام القادمة دي ونشتغلها، وربنا يكرم ونجيب للراجل حقه إن شاء الله رب العالمين، بعيدا عن نقابة الموسيقيين اللي تمصلت تماما وقالت ملناش دور في الموضوع ده، الجأوا للمحاكم.